تتواصل الانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام، ويتجدد اللقاء بكم. شوط ينتهي وشوط يبدأ كذلك، ليحمل أثاره ويحمل التحديات في عالم الأصالة هنا على أرضية ميدان سيف العرب. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم هناك إلى المركز الأول، تتقدم الأبكار في الشوط السابع وتقود على هذا المسار الطيرة خليفة بن خميس بن محمد بالصوب الاكتبي. المركز الثاني، نتقدم إلى المركز الثاني. المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء، الظبي مطر بن عبد الله بن غدير الاكتبي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث ثالث المراكز دانات تعود ملكيتها لسالم بن حسين بن محمد الخاطري على المركز الثالث. والمركز الرابع تدخلت فيه مغيره لعيسى بن عبد الله بن محمد بن يميع. المركز الخامس هناك شعار بن مصرح الشاعر سعيد بن حمد بن مصرح الاحبابي. نعود الى المركز الاول، يا سلام يا سلام، هناك تنطلق بالمركز الاول هناك بقول هناك الرغب غير واضح على رقبته، دعتها ثلاثة ولكني بغير وبذيعها رقم 13، بقول الشاهينية كاسب بن سالم بن مصبح اللي تنطلق بالمركز الأول وتسيطر. عموما على كل حال تهانينا لمالكها هناك اللي تنطلق بالمركز الأول، يا سلام. محمد تقريبا محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي إذا صح الكلام، أو عموما على كل حال تهانينا على الفوز والناموس بالمركز الأول. ما شاء الله باعدت وانفردت بالمركز الأول في هذا التواصل وهذا الانطلاق. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت في نجدة لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي. والمركز الثالث وصلت الشامخة لحمد بن عوض بن خويتم العامري. عموما على كل حال تهانينا لسيف بن علي بن معيصم الاكتبي على الفوز والناموس في هذا الشوط. تهانينا على الفوز والناموس سيف بن علي بن معيصم الاكتبي، توقيتها الزمني اللي فازت دقيقتين و11 ثانية.